سلامات للجميع. بدي أعرفكم اليوم على بهارات مفيدة جدا لتخفيض الوزن. بدي أعمل خلطة لحرق الشحوم بلا مجهود. ببلش بالفلفل الأحمر الحار اللي بيساعد في عملية التمثيل الغذائي وحرق الشحوم وتخلص من الوزن الزائد لاحتوائه على مادة الكابسايسين. هو عنصر كيميائي بيحمي الجسم وبيخليه يحرق سعرات حرارية لعدة ساعات بعد تناوله. بنتقل للقرفة اللي بتساهم في حرق الشحوم المتراكمة في منطقة البطن، وكمان بتخفض مستوى السكر بالدم، وهالشي بيساهم في فقدان الوزن خاصة بمنطقة البطن اللي بتتجمع فيها الشحوم بسبب اختلال في نسبة الأنسولين. من البهارات اللي بتخفض الوزن كمان في عندي الكمون اللي ما بس بيزيد التمثيل الغذائي مثل الفلفل الأحمر الحار، بل مفيد جدا لنشاط وحيوية القلب، وهالشي بيساهم في حرق السعرات الحرارية. من البهارات اللي بتساهم في التمثيل الغذائي بيبرز الكركم اللي فيه نفس خصوصية الفلفل الحار والكمون. واخيرا الثوم اللي بيقضي على الالتهابات وبالتالي بيخفض الوزن. من المعروف انه الالتهابات بتزيد عنصر الكورتيزول اللي بيزيد الجلوكوز بالدم، ومع مقاومة الانسولين بتراكم الشحوم بسبب عدم قدرة الجلوكوز على دخول الخلايا، والخلل بالجلوكوز بسبب خلل بالهرمونات. الثوم بيقضي على الالتهابات وبيمنع حصول المشكلة من الاساس، فبيساهم في منع زيادة الوزن، وما بس هيك بينشط نواة الخلايا اللي بالجسم، وهالشي بيخفض السكر بالدم وبيساعد في حرق الشحوم وبيزيد نسبة الهرمون المتخصص بحرق الشحوم. الجميل انه كل البهارات اللي ذكرتها نكهاتها ممكن تنسجم مع بعضها، وانا هون عملت خلطة، حطيت كمية متساوية من كل نوع، رح اخلطهم. فيكم تضيفوا لهم ملح اذا بتحبوا حسب الذوق. وهيك بحصل على مزيج من البهارات الشهية وبنفس الوقت فعالة جدا لحرق الشحوم. بدي اعبيها بمبهرة، نستعين بملعقة استخدم شغلة حادة حتى اقدر نزل البهارات. هالبهارات برش منها على الرز، الشوربة، اللحوم، وبساهم في انقاص الوزن بدون اي مجهود. فيكم تتناول البهارات بشكل منفصل اذا ما بتحبوا الخلطة، في منها ممكن استخدامه مع الحلويات مثل القرفة والكركم. وبالنهاية ما بدي انسى الزنجبيل اللي كمان في عنده خصوصية تذويب الشحوم، بس انا ما حطيته لانه طعمته بتطغي. فيكم تتناولوه بمأكولات تانية، حسبين بعدين، هيك الطريقة افضل. كان لازم حط قمع اعرض اوسع من هيك، بس مش مشكلة، حسبين بعدين. البهارات مليئة بالفوائد وفعالة جدا لتخفيض الوزن خاصة الحارة منها. فيكم كمان تستخدموا الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض، كل شيء حار مفيد جدا، بفتح الشرايين وبيدوب الشحوم. عشان هيك بنلاحظ انه شعوب آسيا مثل الهند مثلا ما عندها مشكلة بدانة، بتعمر أكثر
من الشعوب الأخرى. وبنهاية هالحلقة تعومة بهار هيدي ححط ملصق كتبت عليه خلطة لحرق الشحوم، هيك سميتها. بتمنى انه هالحلقة تكون عجبتكم. اذا حابين تشاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط اسفل هالشريط او فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. الى اللقاء.